J'ai écrit quelques messages, mais c'est sous forme de poésie, si l'on veut dire, en arabe. Et je le partage avec vous. Et c'est ma façon de participer à cette conférence aussi précieuse. رأيت الحرب في كل درب فخشيت عليك يا ولدي أصغي إلي تسلم من كرب أرجوك لا تفتر كبدي إن نادوك فاعلم أن شيطانا ناداك علنا يغوي صغيرا يغوي سفيها ينوي خرابا بدل الجنة إن كنت لله تسعى أرجوك لا تتبع أفعى فنفاذة سم من فمها تردي أقواما صرعا يدعونك كي تحمل سيفا يقطع جسمك طرفا طرفا يعدونك جنة المأوى والوعد كان خرفا ناشدتك يا ولدي بالله اسمع قولي لا تنساه إسلامك سلم وسلم معروف ربك يرضاه شرط الإسلام أن تسلم نفسك لله لا تظلم اعبد ربك طهر قلبك وعباد الله أكرم لا تكره أحدا في الملة فالدين خيار لا علة ارحم ترحم حاور بلسم بجميل الصبر تحلى علمتك أن تشهر حبا في وجه من لم يعداك كن من ريحان ربي قضبا يعبر نفس من يلقاك يرتاح لقول من فيك يأنس سلما من حواليك اترك أرضا تنبت عشبا يرتوي أدبا من أثريك كن قبسا من نور الله يسطع شمسا في سماه كن غديرا يخرق تربا يروي عطشانا من ماء نور يهدي لا يحرق ماء يسقي لا يغرق بالله عليك لا تخرق حتى مولاك ينهاك كن وقورا يمنع سمتك طيش لئيم قد تخشاه كن عزيزا يسمو شأنك بالعزيز جل علاه كن فخورا يكفي أنك تلبس ثوبا ما أبهاه حلة تقوى تصرف بلوى من شيطان خاب منه سلام عليكم.